يا زلمه تقدر تحط ايدك على كتفي يا زلمه، نقول لك عندي برستيج رئيس وزراء بشرف امي، لا تقعد محلي. لا دور. لا والله لا تقعد، تعال تعال اقعد اقعد يلا اقعد اقعد. بقول لك انا بقول لكم شو الحل. ما زبط. قولوا لهم اللي بيضحك له 50 دولار. انا هيني رايحه. اهلا وسهلا فيكم. اليوم ان شاء الله ان شاء الله رح تروحوا من هون مبسوطين مهيصين، لانه دولته قرر يعطي كل واحد بيضحك وبينبسط 50 دولار. تفضل استاذي تفضل. في مره واحد حب طحنوه. في مره واحد مسكته الكهرباء قال مش انا. خذ 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 هذه خذ هذه. سألوا جاجة شو بدك تدرسي؟ قالت كوك يعني حقوق. أنا بدي أحكي. أنا في واحد حب يبني مستقبله ما لقى طوب. قوية. عندي كمان واحدة. في واحدة راحت تشتري بنطلون لابنها، دخلت على الدكان فبتحكي له بالله يا اخوي تعطيني بنطلون هيك لشاب الثانوية. سألها ادبي ولا علمي؟ هلا بالنسبة للقمة ما انا عارف يعني احنا هم راح يحكوا عن التعاون الاقتصادي والارهاب هذا كله مش مشكلة، بس المهم يوم القمة القمة عطلة ولا لا؟ طيب اوكي برجع لك. هيك بضل لك كل ما نحكي تلفون بتكبس علينا، الواحد مش عارف يقعد لحاله. اسمح لي. ايش في؟ تحكي لي. هلا هلا والله هلا هلا والله هلا هلا اهلا. حاضر حاضر. احنا حاولنا ندخل يعني نبسة المواطنين شويه صحيح، في اشياء بهي خليه تحت الحمار الوحش والتريننج ضعيف شوي، بس تحت المرط وبيضة سلقها. يلا وصلني خلاص عطار. وين اوصلك يا ازمي؟ هلا خذ لك تاكسي. ماشي تاكسي. رئيس الوزراء اللي جاي بترك له المفتاح تحت الدعاسة. صحيح. عجلبك عجلبك حبيبي. مع السلامة. بسم الله عليك. ما فيش شو السلام حبيبي. هذا هبل على الكلام. عجلبك ليه موجود؟